هاخد مسموعاتكم دي اسمعكم ترنيمه جديده. اشكر ربي من اجل كل واحد وحده منكم، لان حسيت انه وراي جيش مصلين وبعمل فرق كبير بحياتي. بصلي انه الرب بيحط في طريقكم ناس زيكم في كل الاوقات بالفرح، ولما يسمح يكون اقل فرح، انه الرب يكون دائما بيحط قديسين في طريقكم يصلوا لكم. مش عارف اسمي اختبار، لو على اختبار كلنا احنا هون موجودين، لانه الرب عندنا اختبارات كثيره نقولها، شفانا وجابنا للمكان، شفانا من كثير امراض، وانا بشهد شفاني من كثير قبل هاي كمان بكثير اشياء. لكن حابب اشارككم بدرس علمني يا رب، انه لما رحت عملت فحص، رحت انا وزوجتي عليا وعملنا فحص، اول شيء قال يا دكتور شغله بسيطه، هي شغله بسيطه، العمليه بسيطه جدا، بس لازم نعمل تحليل لانه يمكن يكون كانسر. قلت له كتر خيرك، يعني طمني شغله بسيطه. واحنا مؤمنين ومنصلي، لكن ما بخبي عليكم من وقتها الاقي غلب صلاتي. انا رب صحيني مرات وبصلي لاخوي وبصلي لاخواتي وبصلي لعائلتي، صرت اصحى لا ما اصليش، احسب اللوم واللوم واللوم. وانتم عارفين بالفتره رح بيكون مواعيد كثير وفي تفاصيل للمواعيد. في ميعاد دكتور فلاني، في ميعاد الفحص الفلاني، وفي تفاصيل اي ساعه تروح وشو تشرب وشو ما تشرب وشو تاكل وشو ما تاكل، تفاصيل تفاصيل تفاصيل. وانا في تفاصيل هالمواعيد كلها ضايع وقلقان، عشان اكون امين معاكم، بصلي نعم، لكن يمكن 50% من وقتي قلق واضطراب. لغايه ما الرب ما فتح عيني، طب اذا انا معك وانا ماسك زمام الامور، والكتاب المقدس الحي، الكلمه الحيه اللي بتقول لك كم مره لا تخاف لا تخاف، وانا وراها بقول لا تخاف لاني معك، لا تخاف لاني فديتك، وبنسى. بفكر الخوف بس من اشياء ثانيه، طب هذا خوف، القلق خوف. بديش اقول القلق عدم ايمان، لكن من فضلك دائما صلي انه الرب يبعد عنك كل قلق، لان هو طالما ماسك زمام كل الامور ليش نقلق؟ وبعرف الحكي اسهل بكثير من التجربه، في كثير منا قلقانين لظروف تستحق القلق يمكن، لكن قبل القلق تعال يسوع، واجه كل اضطراب بكلمته. مش كلام وعظ ولا كلام، هذا اللي نفعني بالاخر فتره، يا ريت عرفت من اول هالشيء، سمعته عدة مرات كل حياتي بسمع الوعظ، لكن عندي تجربة الإنسان التحدي بغير الإنسان. لكن بصلي إنه يا رب يسوع من فضلك كل أخ وأخت مشغول بتفاصيل مواعيد ونتائج فحوص وزيارات أطباء، تعال يا رب وحل بسلامك في قلوبهم الآن يا سيد في اسم المسيح. تعالوا خليهم يشوفوا يسوع اللي هو فوق المرض وفوق العجز وفوق الاحتياج، مش كلام. لما يسكن القلب ويبدا السلام بتشوف فرق كثير، انه صحيح المشكله يمكن لسه موجوده لكن انا مرفوع مش عارف كيف، لكن بقول يسوع بشوف واقع يمكن مش موجود هلا لكن عايشه، ومباركني ومبارك عيلتي لاني عايشه. بصلي الرب يكون دائما يحط قدامكم هذا الواقع الحقيقي اللي احنا بنفكره واقع، مش يمكن ما يكونش حقيقي لانه تصوري، لكن صدقوني هذا هو الحقيقي ليسوع، الواقع غير المنظور، هذا اللي بنعيشه. سلم له امرك لانه كل شيء بايده، تفاصيل مواعيدك في ايده، له وحده كل المجد. وتعلمت دائما اني اقول لك، مش اقول لك يا رب جاي لانه ظروف، كل واحد عنده ظروف، وانا كان عندي ظروف وظروف، لكن بقول لك اشكرك، اشكرك على ظروفي مهما تكون، لانه عندي وعود بتنسيني خوفي، لك وحدك كل المجد، كل المجد. أشكرك على ظروفي، دي وعودك بتنسيني خوفي، طمني على اللي آتي يا رب، ضامن فيك حياتي. أشكرك على ظروفي، بوعودك بتنسيني خوفي، وبتطمني على اللي آتي
رضا من في حياتي وسلمنا عمري انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك وبحكمك تكبيرك تنصي المواعيد ومسلم لك عمري انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك ومين يقول بعد كلام يا مالي أيامي بالسلام يلي يديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي من فضلك قول بثقة ومين يقول بعد كلام ومين يقول بعد كلام يا مالي أيامي بالسلام يلي يديك فوق الأيادي كل اتكالي عليك يا فادي Thank you.